اعزائي المتابعين، اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده على قناتكم عبد الرب 89 على يوتيوب. احد اصدقائي محمد على فيسبوك بعت لي وقال لي ان في ناس كتير بتشتكي من العدادات اللي هي بتتشحن. طبعا بدات انا ما اعرفش العدادات دي وما اتعاملتش معاها او اسمع عنها وما اتعاملتش معاها يعني قبل كده. فاللي انا هنقله لحضرتك ده عباره عن معلومه منقوله من خلاله لايك، وانت على حضرتك انك تجرب وتقول لي النتيجه حتى في كومنت. يبقى جزاكم الله كل خير. يعني المعلومه بتقول ان العدادات دي كل ما تشحنها بتسحب رصيد كبير جدا، بان انت مثلا كل اسبوع مثلا لو شحنت ب 50 جنيه ممكن تضيق اسبوع بالعافيه فتشحن ب 200 جنيه شهر تقريبا. وكان في كهربائي نصحه وقال له في موضوع العداد ده انك تحاول اول يوم في الشهر مش اول يوم في الشحن، اول يوم في الشهر ما تشغلش اي اجهزه بتسحب كهرباء كتير زي السخانات زي التكييفات سخان الكهربي، الحاجات دي كلها ما تخليهاش تشتغل اول الشهر، لان ده بيدخلك في شريحه اعلى وبيخليك تدفع فلوس اكبر. فواحد جربها يعني وكاتب في الكومنتس تحت ان هو ايه، ان هو فعلا ده حصل معاه والموضوع ده جاب نتيجه يعني. فانت كمان جرب كده ويمكن ربنا يجعلنا سبب ان احنا نخفف على الناس ونوفر لهم في الكهرباء يعني. فتيك كير. وطبعا بشكر صديقي محمد اذا كان هو كان قصده ان انا اعمل فيديو او اكد الموضوع، فانتوا اللي هتاكدوا لي الموضوع. لو حد عنده عداد من العدادات اللي بتتشحن ديت يفيدنا بالمعلومه ديت ويوضح لنا يعني، ان شاء الله خير يعني. حاولوا تنفذوا كده تقولي ايه الدنيا. واشوفكم على خير. حد ما اشوفك تنساش اللايك والسبسكرايب في القناه لاول مره حضرتك شفنا، وشير الفيديو ممكن حد يستفاد، حط كومنت تحت الفيديو كمان ده هيدعمنا بشكل ما يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.